السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم، اموركم هانيه؟ نتمنى ان شاء الله يا ربي هذا الفيديو يلقاكم في احوال طيبه، عواشركم مبروكه. نتمنى ان شاء الله يا ربي اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. ان شاء الله هذا الفيديو غنتقاسم معكم التحضيرات اللي غادي نديرو هكا شعبان. احنا بيناتنا البنات غير بينا نضحكوا شويه ونفوجوا فقط، وقلت نتقاسم معكم هذه الاجواء. درنا داكشي كل شيء دعاء زاد في ميزون ديال الدار، كأنا وصحاباتي هذا النهار قبل متعاونين هكا، كنوجدوا هنايا الطبيله ديال الحنه، خدينا هاد لي بول هادو ديال اسفي معروفين تقليديين، وحده درنا فيها الورد ومريشه ديال الزهر، والاخرى درنا فيها هكا حنه، ودرنا فيها السواك وهذاك القلب ديال السكر اللي كيجي الموديل صغير. المهم حاولنا نديرو اجواء 100% مغربيه، التقاليد ديالنا المغربيه هي اللي حاولنا اننا نديرو. كي قلت لكم هنايا الطبله ديال الحنه، خديت هاد السريرات اولا الكميمسات هادو، خديت التيم مشينا في الابيض والخضر ودخل فيهم الدوغي، واختارينا اننا نصيبوهم من راسنا. بالنسبه للناس اللي غيبغي يعمرهم راه كتاخذوهم عامره مقاده 10 دراهم الوحده باش دايرين. صافي خدينا الحنه، حنه جديده زوينه، صافي عمرناهم قديناهم، غنوريكم لا فينيسيون اللي درنا لهم في الاخر. كنت خديت السرغينة على اساس بيت دوك القريعات ديال الزاج اللي كنت قسمت معكم في الفيديو اللي قبل، كيجيو زوينين، ولكن للاسف ما لقيتش الموديل اللي كيجي سامبل ما فيه لا كتبه لا والو. دوك اللي لقيت حاليا متواجدين في السوق كلهم ديال الزياده، كيكون سوا ديال الدراري اولا ديال البنات، كيكون مكتوب بشيبي اولا بالغوز. صافي قلبت هكا على الموديل اللي يجيني، زعما اللي يجيني مواتي مع التيم اللي درت، تلاقيت هاد لي بواط هادو. الثمن ديالهم صراحه ما عقلتش بالضبط بشحال خديتهم، يمكن والله المهم الثمن ما بين 8 حتى 18 درهم، ما عقلتش بالضبط. الا جبلا تفكرت راه نكتبوا لكم هنايا في الفيديو. وتا هما خديت الابيض والخضر وكلهم مخدومين بالضوغي، وصراحة جاو غزالين. أنا في بالي كنت دايرة واحد التيم آخر في شكل، ولكن شي حوايج ما وجدوش ليا، داكشي اللي خلاني بدلت كلشي في آخر لحظة، وخصوصا ملي ما لقيتش دوك القرعي حتى هما. صافي بدلت هذيك الفكرة اللي كنت دايرة. إن شاء الله جايين مناسبات أخرين نهار نطبقها غادي نبارطاجيها معكم، شي حاجة اللي كتكون أوريجينال وكتكون خاصة بكم وكتخلو فيها اللمسة ديالكم. بالنسبه للسرغينه كنتو قلتوا لي اخر مره ملي بارطاجيتها معكم فين كاين السيد عند من كناخذها، والله البنات ما نعرفش نعت لكم، ولكن المحل ديالو سميتو عود الملكي، راه معروف كاين في السلام قريب الكوامسة في داك الشارع الكبير، ماشي ديال جيت ساكن، الشارع الكبير اللي كيجيب عند مساهم تما فين كاين العود الملكي، راه حدا تما واحد الهري، المهم حدا محلات كتارين كاينين تما، ولا مشيتو النيشان راه تخرجوا في جيت ساكن. منحاول نوصل نكون وصلت لكم الفكره، ولكن راه عندهم باج في الانستغرام. المهم بالنسبه لهاد اللوينات كناخذ 5 في البيض 5 في الكحل، نفس الشيء بالنسبه ديال الحنه، حتى هما خديت 5 في البيض و5 في الخضر عفوا. ودائما كنمشي بالطرزه ديال الصم، وكيجيو صراحه كيبانو هماويين، غير هو الاشكال اللي لقيت هو في الحله، ما بغاوش يتحلو، حتى درت لهم الراس ديال المعلقه عاد قدرت نحلهم. هنا راه كنت قاديت الطبله غيبان لكم الطباسل محطوطين، كنا قادتيناها وكلشي، قادتينا الفاكهه. المهم ان شاء الله نبارطاجي معكم كلشي من بعد، راه الشيء اللي كيبان لكم فوق الطبله غير الكراتن ديال الماء اللي استعملت، الفاكهه اللي عمرنا قادتينا. المهم حاولنا اليوم نحيدو علينا كلشي باش غدا يلاه يبقى لي الرد اللي بغى يطيب. الدار بطبيعه الحال غتصبح مجموعه، صافي باش حتى انا نعقل على راسي ونوجد راسي، باش ماشي من فاش يدخلوا الناس يلقاوني حالتي حاله وفيها ريحه الطياب وهذا العكس. وهذه دائما كنعتمدها في كل شيء، انتم تبارك الله راه كيهزوا وعمرتهم بالسرغينه، ومع ذلك بقاو كيبانوا شويه خاويين. هو يستحسن لقيتو داك لوغانزا تعمروها ديروا كميمسه وتحطوها فيها، بهادشي باينه. انا السرغينه فاش خديتها خديتها على حسب دوك القريعات، خديت 60 درهم
وهذا الشيء اللي، ولكن راه تبارك الله راه جاوني تاع عامرين تقريبا، راه النص ديال هادو راه جاو عامرين. كاين اشكال بزاف، لقيت الطيفور في الذهبي، لقيت واحد الطيفور ترونسبارون، ولكن كي قلت لكم انا دايره التيم في البيض وفي الخضر، داكشي علاش فضلت انني نختار هادو، جاو حتى مع الحنه. وهنايا راه نعاود نقولها لكم مره اخرى، كنا كنصايبوا القصه ديال الحنه، وحاولت انني نخلي كل شيء بلدي. وهاد المناسبه راه ما كناش عوالين عليها نهائيا، كنا غير هضره شويه تصدق داكشي في دغيا وجدنا ليه دغيا هذا، وكنا حنايا غير مجلس واحد كي كنقولوا، ما كناش كتار، كانوا فقط غير المقربين ليا، كانوا الكواليس صراحة عتي متنا بالضحك في هاد التحضيرات، ولكن للأسف كانت الموسيقى متلوقة، فما يقدرش ليا نخلي، ما يمكنش ليا نخلي لكم دوك الكواليس وتسمعوا، ما كنتو تشبعوا معنا الضحك، ولكن راكم عارفين حقوق النشر في يوتيوب، ما يمكنش نخلي الموسيقى باينة. كاع المعنوج جبدناهم نحطوه هنايا، نقولوا لا جات في هادي، لا ما جاتش في هادي، لا شوفي هادي حسن، لا هادي ما مقداش. كنت حطيتهم في هاد البلاطو، ولكن للاسف هاد البلاطو غيهز 12، لو كان كانوا 12 كانوا يجيو فيه زوينين، انا واخده غير 10، حنا كنا 8، ولكن ديما كنبغي نوفي، ما تعرفيش يجي شي واحد يجيب معاه شي حد اخر ولا داكشي، علاش ديما كنبغي نوفي. الكميمسات مني عمرناهم بدينا هكا كنقادو ليهم السينتا، درنا هو الاول السينتا زيرناها مزيان، عاد ديك الساعه لا فينيسيون كتجي من بعد، نتوما ديك الساعه تفينيو باي حاجه بغيتو، بغيتو عقيق وتلصقوه بالبيستولي ديال الشمع اللي بغيتو. انا خديت عند السيد عند من خديت هادو الحنه، لقيت عنده هادو كيتركبوا هكا كتجي فيهم بحال الحديده باش كتركب باش كتلويوه على الكميسه ديال الحنه، كتشد بلا ما تحتاجوا لا لصاق لا حتى حاجه باش تلصقوه. قدينا الشكلاط حتى هو وجدنا عاود هاد شتي هادو سميتو، راه قلت لكم بدلتهم ما خليتهمش في هاد البلاطو. المهم هذا هو الشكل النهائي، كيفاش حطيت الشكلاط هنايا، هادي كي قلت لكم الطبله خاصه بالحنه، جبت هاد لي بغاسلي هادو ديال الحنه باش الا درناهم سميتو. الشكلاط للاسف ما لقيتش، كنت بغيت الذهبي والخضر، قدت غير بداكشي اللي كان، شفتو الحنه والبخور كيف وليت حطيتهم تسرغينا، حطيت هنايا بلاطو دير الريحه باش اللي ينقش وبغى هكا يدير الريحه على الحنه يلقاها. المهم حاولت هكا نقادو شويه وصافي. هذاك السيبور اللي شفتو اللي دوزت هذاك خليته على حساب الكيك ديزاين، حيت درناه بمناسبه شعبانه، غادي نحطو ان شاء الله تما. المهم هنايا راه فاش قديت الطبله في هذاك النهار نيت ديال التحضيرات، كان نهار الاربعاء، حطيت الصينيه د اتاي، هادشي البنات كلشي راه نغطي من بعد. هذاك هو اللي خديت عند كواماسه اللي قلت لكم كيجي تحت الصينيه د اتاي، شفتو كي تحت البراد اتاي شفتو كي كيجي غزال. هنايا الطبله حطيت فيها كلينكس، حطيت فيها لي سيرفييت، وضروري انا من هاد لي لانجيت باش يتمسحوا لي يديني الا كانوا الناس تياكلوا، فاش يساليو هكا ملي كتبغي تحطي الديسير كتحطي ليهم. الطبله ها هي كيف قديناها، وجدت كلشي، حطيت الماء، حطيت الكيسان على حساب الماء حيت ما دايراش المناضه، وحطيت هنايا هادو حويجات لي باش الا دخلوا الضياف بين ما يتجمعوا كلشي ما يبقاوش جالسين هكداك، يلقاو هكا باش كينقبوا بما يتحط الغدا. ما بغيتش نسبق شي حاجه قبل لان غادي ندير رفيسه، داكشي علاش ما بغيت نسبق والو. وجدت البلاطو ديال البخور كلشي كاين حدايا، البانس باش غادي نشعل الجمر كلشي خليته حدايا باش ماشي تيدخلوا الناس ونبدا نقلب، وصافي هنايا دست باش نوجد لي كوك اللي غادي نشرملهم، حيت كي قلت لكم دايره الرفيسه ان شاء الله، كنت بغيت نديرها في بالحمام ولكن في اخر لحظه وليت بدلت درت لي كوكلي. بالنسبه للطريقه ديال الشرموله درت هنايا الثومه، درت الملحه، سكينجبير، الخرقوم، العطريه ديال الدجاج، شويه ديال البزار، ودرت العطريه ديال الرفيسه اللي خديت عند الصحراوي في سوق الحد، صراحه عطريته رائعه رائعه، زوينه زوينه بزاف. غير جربوها البنات، رجعوا للفيديو اللي كنت صورت لكم اللي قبل هذا، راه تلقاو حطيت لكم فيه العنوان ديالو، رقم التليفون ديالو مصور في الفيديو. صراحه خديت عنده الزعفران حر والسمن والعطريه ديال الرفيسه رائعين، زعفران حر اصلي
وتا السمن عجبني، ماشي داك السمن الحايل اللي كيكون مر، لا سمن زوين. صافي هنايا غادي نجي غادي ندير هاد الضويمات هادو الزعفران على حسب باش يعطوني اللون، غادي نضيف كذلك السمن. بالنسبه لهاد الطريقه البنات باش نكون صريحه معكم، هادي عطاتها ليا حنان مستر شاف، انا نخلي لكم القناه ديالها، هي اللي عطاتني هاد الطريقه هادي در رفيسه وتبعتها وصراحه جات زوينه رفيسه. المهم انا حاولت كنصور معكم ولكن ان شاء الله هي راه قريب انا نحط لكم فيديو في القناه ديالها في الطريقه ديال رفيسه ديالها دو ا زد. وتبارك الله راه وصفاتها كلهم ناجحين، هذيك لا نقاش فيها. المهم كيف ما شفتوا ضفت الزعفران الحر، ضفت السمن وغادي نخلط وغادي نضيف كاس ديال الماء وغادي نحاول نخدم داك السمن مزيان باش ما يبقاش ليا هكاك محبب حتى ينسجم مع ديك العطريه وداك كاس الماء اللي ضفت. عندي لي كوكلي غسلتهم ونشفتهم مزيان، انا كانوا عندي في الكونجيلاتور جبدتهم وخليتهم حتى تلقوا حتى تسقطروا وعاودوا نشفوا مزيان، عاد بديت كنشرمل والشرموله اكيد نحاول ندخلوها للجناب الصدر كلشي باش يتلبسوا مزيان الشرموله ويجيو مشرملين مزيان. الكوكلي صغير ما تحتاجوش انكم تقبوا الصدر ديالو لان اللحم تيكون فيه غير شويه كيجي شارب. صافي شديتهم درتهم في هاد الصاله دي هادي وغادي نغطيهم مزيان بالسلوفان وغادي ندخلهم للثلاجه نخليهم حتى لغتلي ان شاء الله في الصباح، عاد غادي نصور معكم لي ديتاي كاملين ديال الاجواء ديال شعبانه كيفاش غادي دوز. غنبارطاجي معكم كلشي صراحه، دوزنا واحد النهار غزال بزاف وقبل الدار كانت هنايا مجموعه كلشي مقاد، فقط داكشي اللي رونت حاولت هكا نجمعو باش نصبح ليا الكوزينه نقيه نوض نبدا خدمتي ديريكت. نتمنى نكون عطيتكم بعض الافكار وان شاء الله كنوعدكم انكم غادي يعجبوكم الفيديوهات ديال شعبانه لان كانوا اجواء زوينين وافكار اللي غادي يعجبوكم واللي تقدروا انكم تطبقوهم حتى الى جايين عندكم الضياف. الى وصلتوا الفيديو حتى لهنا كنقول لكم شكرا على المشاهده، ما تنسونيش من اللي لايك ديالكم والتعاليق ديالكم اللي كيزيدوا كيحفزوني اكثر وكيخلوني انني نعطي اكثر. بغيت نقول لكم شكرا لكم على المتابعه، نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد.